وده التاريخ الكبير جدا اللي عمله الاهلي في السنوات الكبيره جدا لاكثر من 100 سنه. تمشي على طول الكره ثاني عكسيه عرضيه خطيره ممتازه لكن يطلع ثاني وحكم المباراه موجود. شوف المساعد يدي هنا على طول اعتقد ركله جزاء للجونه. شوف هنا ركله جزاء للاهلي عن طريق مجدي قفشه وركله جزاء للجونه. فريق اللي الحقيقه النهارده النادي الاهلي استفاد استفاده ممتازه من الوديه بتاعته في هذا المساء من وجهه نظر. ادي احمد مجدي وادي الكره على طول العاليه وادي هنا احتسب ركله جزاء على النادي الاهلي. شوف الكره هنا الايد هنا في خطا كبير جدا وادي الايد هنا وادي الهاند بول وادي الركله الحره او ركله جزاء لصالح فريق نادي الجونه. ركله الجزاء للجونه. الجونه يبحث عن هدفه الاولاني. الجونه بمجدي والجونه والهدف الاول ممتازه. يسجل نادي الجونه اول اهداف في المباراه. يسجل الجونه اول اهداف في المباراه عن طريق اللاعب احمد مجدي. اذن اثنين ركله جزاء في الماتش، واحده للاهلي عن طريق مجدي قفشه وهو واحد من البدلاء، وايضا احمد مجدي بديل في الهاف تايم الثاني يسجل فريق نادي الجونه هدف تدليل الفرق. عمرو بركات ومجموعه الرفاق بتاع الشوط الثاني. نشوف الشناوي عمل عليها تراي وعمل عليها دايفنج لكن راحت منه. شوف ما شاء الله يعني طول وقامه عمل عليها او هنا البديل علي لطفي محاوله هنا على طول ثاني لكن او عمر رضوان هنا. شوف الحراس شوف الانطلاقه شوف ركله